مرحبا بكم في موضوع جديد على قناتكم تكنو أندرويد. بهذه الحلقة رح نتعرف على موضوع جديد ومهم لكافة مستخدمين الأندرويد. طبعا موضوعنا رح يكون عن مشكلة صعبة وعويصة تواجه معظم مستخدمين الأندرويد، بل كل مستخدمين الأندرويد. طبعا هاي المشكلة بتخلينا نلجأ أحيانا إلى فرمتة جهاز الأندرويد. طبعا هي مثل ما قلنا مشكلة صعبة، ولكن حلها بسيط جدا جدا ولا يحتاج إلى أي برامج أو أي شيء. كل ما نحتاجه هو اتباع الخطوات الثلاثة التي سوف نذكرها في هذا المقطع. طبعا المشكلة الكل بيعرفها هي مشكلة ظهور الإعلانات في هاتف الأندرويد، في أي مكان في هاتف الأندرويد، سواء في الصفحة الرئيسية أو في القائمة أو في أي مكان في جهاز الأندرويد. مثل ما قلنا رح نقوم بحل هذه المشكلة باتباع ثلاث خطوات، ولكن قبل أن نبدأ أدعوكم للضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك أسفل الفيديو. أرجو أن تبقوا معنا. هلأ بنبدأ بالخطوات، أرجو أن تتابعوا معي خطوة بخطوة كي تستفيدوا. أول شيء رح نتوجه مع بعض إلى الضبط، وبعدها رح نتجه إلى الإشعارات. طبعا هلأ هون نحن شو رح نسوي؟ رح نقوم بإيقاف إشعارات جميع المتصفحات لدينا، مثل مثلا متصفح جوجل كروم رح نسكره طبعا، وإذا بيكون عندنا متصفحات أخرى مثل برنامج الإنترنت أو أوبرا أو أي متصفح رح أقوم بإيقافه. طبعا في أنا رح أوقف جوجل بلس. طبعا رح نبحث نحن أي تطبيق له علاقة بالمتصفحات رح نقوم بإيقافه فقط. فينا نوقف عدة تطبيقات أخرى نحن كمان، يعني لحتى تكون الحل أكيد جدا، ولكن هو فقط المتصفحات اللي راح نقوم بإيقافها. بعدها راح نطلع وراح نقوم بتوجه إلى التطبيقات. طبعا هون بالنسبة للتطبيقات راح نقوم بالبحث عن فيروس الإعلانات. شو هو فيروس الإعلانات؟ يعني راح ندور على برنامج موجود بهاي القائمة وغير موجود في القائمة الرئيسية عنا، يعني برنامج راح نلاحظه موجود هون مش موجود عنا. مثل مثلا أنا راح أقوم بمثل هذا البرنامج اللي عندي أنا شاكك فيه مو عرفانه لإيش، راح أحط له إلغاء تثبيت وأحذفه، وأي شيء يعني على هذا الغرار راح نقوم بحذفه. بنعود بندخل على التطبيقات وبنعمل بحث لحتى نتأكد انه كل شيء برامج ضارة او يعني غير معروفة رح نقوم بحذفها، لانه كتير بيكون موجود فيروس خاص بالاعلانات في جهازنا. طبعا اوقات بتكون مثل ما قلنا انه بدون صورة. طبعا انا عندي هلأ ما في مثل هذا، اذا حط لي الغاء التفعيل هذا بيكون برنامج اساسي في الجوال، بينما اذا حط لي الغاء تثبيت طبعا بيكون هو برنامج قابل للحذف. طبعا ننتقل للخطوة اللي بعدها، رح نتوجه هلأ إلى الحسابات. طبعا حسابات أو حسابات جوجل طبعا حسب نوع الجهاز بيكون غير اسمه. نضغط على حسابات. طبعا هلأ أنا مسجل بريد الإلكتروني على حساب جوجل، لهيك طلع لي جوجل. إذا مسجلين على غير برنامج مثل ياهو رح يطلع لكم. رح ندخل على جوجل. طبعا انتو رح تقوموا بهاي الخطوات، مثل ما ملاحظين هاي جميع البريد اللي انا مسجله عندي. كل ما علي فعله هو حذف جميع البريد في هذه الصفحة. ندخل نحط الغاء التثبيت او حذف. طبعا هيك بنمحي نحن البريد الالكتروني من جهازنا. طبعا رح نقوم بالخطوة نفسها على جميع عناوين البريد الالكتروني الموجودة لدينا. طبعا هاي الخطوة الثالثة رح نقوم فيها في حال يعني ما زالت الإعلانات موجودة بعد تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية، لأنه بهاي الخطوة رح أسجله
خروجكم من جميع البريد الإلكتروني اللي في جهازكم، سواء على يوتيوب أو جوجل كروم. وهيك نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تشتركوا في هذه القناة وتضعوا إعجاب أسفل الفيديو. شكرا للمتابعة.